السلام عليكم، رمضان كريم علينا عليكم إن شاء الله، يعود علينا بالخير والسلامة إن شاء الله. اليوم نتحدث عن الالتهابات اللي تصيبنا خلال شهر رمضان المبارك. في بعض الأحيان نصاب بالتهابات القصبات الهوائية أو التهاب اللوزتين. ننصح بهذه الحالة أن مراجعة الطبيب للمتابعة إذا كان المريض بحاجة إلى مضادات حيوية أو أدوية أخرى. المضادات الحيوية بإمكاننا أن نأخذها خلال فترة الصيام بعد الإفطار، في مضادات تنعطى ليوم مرة واحدة في اليوم، فبهذا يكون المريض قابل أن يأخذها بدون ما يوقف صيامه خلال هذا الشهر. أيضا في بعض الأحيان يضطر الإنسان إلى أن يوقف صيامه إذا كان التهاب شديد ويكون الجسم بحاجة إلى سوائل كثيرة، خصوصا إذا كان يصاحب هذا الالتهاب ارتفاع درجات الحرارة. فلهذا ننصح في حالة الشعور بالمرض أو في حالة ارتفاع درجات الحرارة مراجعة الطبيب لتحديد إذا كان بحاجة إلى مضادات حيوية أو لا، أو إذا كان بحاجة إلى أدوية أخرى. وإن شاء الله خير على الجميع، وإن شاء الله الكل معافين خلال الشهر الكريم.